أو يريد أن يدرس المصطلح في علمي واطلاعي، أيسر شيء عليه البعث الحديث، شرح اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير، والشرح للشيخ أحمد شاكر المصري. وهذا الرجل من نوادر علماء الحديث في العصر الحاضر الذين طبقوا علم المصطلح عمليا، بينما جماهير الدارسين علم المصطلح لا يعرفونه إلا نظريا، ولذلك فطالب العلم يستفيد من دراسته لهذا الكتاب أكثر من دراسة غيره. فإذا ما انتهى منه أنصح بأن يشغل نفسه بدراسة شرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني، لأن الذي قلته آنفا في أحمد شاكر يقال في أحمد ابن حجر العسقلاني من باب أولى، لأنه في الحقيقة إمام في الحديث علما وعملا لا نعلم له نظيرا فيما جاء بعده، فهو أعلم من عرفنا. لكن هذا الكتاب مكثف جدا مختصر، ولذلك فينبغي الاستعانة عليه بشيء من الشروح التي وضعت حوله. من هذه الشروح شرح للشيخ مضى علي القاري العالم المقري الحنفي من نوادر الحنفية الذين اشتغلوا بالحديث، فله شرح على هذا الكتاب، ما أدري إذا كان جدد طبعه لأن الطبعة الإسطنبولية فيها أخطاء كثيرة. إيش علمك؟ هي نفسها شيخ، هي نفسها تصورونها. سبحان الله. أي نعم. ثم فيما بعد يحسن بهذا الدارس أن يرتقي وأن يعود إلى الكتب الأولى التي هي المراجع والأصول لهذه الكتب المتأخرة، كمثل كتاب علوم الحديث للحاكم النيسابوري والكفاية للخطيب البغدادي، والذي جمع هذه الكتب علوم الحديث لابن الصلاح مع الاستعانة عليه بشرح العراقي حافظ العراقي ونكت الظراف للحافظ ابن حجر على ابن الصلاح. والآن نقول بهذا القدر كفاية. نعم. هنالك مسألتان يعني الجواب عليهم إن شاء الله يكون لا يأخذ وقتا طويلا، خذ 5 دقائق تمام الإذاعة. المسألة الأولى رفع اليدين خلف من يدعو دعاء القنوت إن كان إماما. نعم.